هناك من كان يجب أن ينتحر من عظم المسؤولية التي كان يتبوأها أو يتحملها في ذلك اليوم بالذات، يعني عندما أعلن عن سقوط الموصل خلال ساعات وعلى يد بضع مئات من الأشخاص الذين ليس لديهم سوى الأسلحة الخفيفة والأسلحة المشاة الثقيلة وليس أسلحة ثقيلة، يعني لا دبابات ولا مدرعات ولا طائرات ولا درونز ولا قوة جوية ولا 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 مدافع، وإنما مدفع واحد حسب ما قيل لي من مصادر موثوقة من أشخاص موثوقين في الموصل أن الداعش الذي احتل الموصل أو دخل إلى الموصل مبتهجا طبعا كان لديهم مدفع واحد وحاد السبطانة ضد الجو، لم يستخدموها ضد الجو وإنما استخدموها فقط لغرض ترهيب الناس. إذن ما الذي ماذا كان يجري هناك؟ البعض يقول الأشياء فيها خيانة، البعض يقول كان اتفاق، البعض يقول قوى ومخطط كان يجب أن يحصل، البعض يقول تمت مصادفة. ماذا حصل في 10 حزيران؟ الذي حصل في 10 حزيران وما قبل 10 حزيران حقيقة ولمدة أشهر، ولمدة أشهر على الأقل كان داعش مسيطرا على الموصل بالذات، يعني ولا أقول المناطق الأخرى، حتى أنهم كانوا يستلمون حسب ما قيل لي مثل ما ذكرت من مواضع من 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 رجال موثوق بهم أنهم كانوا يستلمون رواتب وأتاوات ورشاوى من حتى من أصغر أصحاب المحلات التجارية، يعني الدكاكين يعني بالمفهوم العام، وكانت تصرفات القوات العسكرية وقوات الشرطة والقوات الأمنية في الموصل بالذات مدعاة أو مجذبة لحقد أهل الموصل على هذه التصرفات التي يتصرفها القادة العسكريون وحتى إلى مستوى صغار الضباط وحتى ضباط الصف من الإهانة التي كانوا يتلقونها من هؤلاء لمدة أشهر. بالمناسبة أيضا أذكرها للتاريخ، عقيد ركن لا أستجلب اسمه إنما كان خارج الموصل باتجاه حمام العليل أو جنوب حمام العليل، كان برتبة بمنصب آمر لواء وبرتبة عقيد ركن، جرح في أثناء المصادمات. هو الذي خبرني قبل أن يجرح أن عدد كبير من الضباط والجنود وضباط الصف عندما يتمتعون بالإجازة من كثر انخفاض معنوياتهم لا يلتحقون مرة أخرى إلى وحداتهم. طيب. فإذا المعنويات أيضا كانت السبب الرئيسي في هذا الانهيار الذي حدث. الجزء